هضرنا عليه في الفيلم، يعني ناضت ان مجموعه ديال الناس عايشين في واحد الكاريان، وهي حقيقه هذه، وهذه 3 ايام ولا مع 4 ايام شعلات العافيه في هذا الكاريان. ربما راه هم اما الصور عندنا، ربما راه في راسكم، اللي هو كاريان رحامنا واللي كانوا غيمشيو فيه اطفال، لان الضوء ده كيطرطق وضرب سميتو، يعني ناس عايشين في واحد لا سيتياسيون. الا كانت فينا شويه ديال تا بنادميت، انا نقولها لكم، انا عندي كلب في الدار، ربما البراكه ديالو قسما بالله وتنقولها وقلبي يكاد يعني يخرج الدم، انه ربما مفرش لي اكثر احسن من بعض الناس اللي شفتهم تماك. ناس عايشين في الزباله، زباله بمعنى الكلمه، ما يمكنش تقولها بالعربيه لان غادي نزوقوها، لكن زباله. الوليدات كيلعبوا في زباله، مسخين كرفسين، الناس بشكل الواد الحار فوق منهم، احنا كنعرفوا ان الواد الحار تحت منهم، ما فوق منهم كيتفرقع عليهم. شباب لهم ثقافه عليا، لهم امكانيات، يعني اشياء اللي ما يقدرش يعيش فيها الانسان البشر. 12,000 ديال الساكنه اللي كاينين في هذا الكاريان، اللي هو كاريان رحمله، اللي هو واحده كاريان طوبه اللي كان وقعوا فيه داك الشيء ديال الارهاب والمسائل. يعني داخل الانسان كيكون الانسان مزيان معقول ظريف باقي كيحب وطنه وكيحب بلاده لكن واحد مسؤول، واحد ممكن يفجر شي حوايج فيك اللي ما كاين، وهذه ممكن توقع علينا كاملين. يعني ملي كتمشي على حقك عند واحد المسؤول كتوقع عليه كتقول له الله يخليك راه بغيت هذه هو حقك، ما تعطيكش حتى الكلمه، ما تعطيكش حقك في الكلمه. فهذه مساله اللي كتزيد تخلي الواحد يغلي، ولو كان ترجع لدماغه وتخيل واش باغي يدير، ربما كيقول لو كان عندي انا فردي غندخل ونضرب تخيل لدماغه. هذه هي الصوره اللي بغيت نوصلها، اننا خصنا نتفاداوها في بلادنا، لان احنا بلادنا كما قلت لكم قبيله بلاد ديال التضامن، فما يجيش واحد اللي احنا كنتخبوا عليه وكنديروا حياتنا كلها كنقولوا هذا السيد هو واملنا كله فيه، وفي الاخر اوني توجور ديسي. وهذا مشكل اللي تنعيشوه حنا الفنانة مع الوزير الحالي اللي هو وزير الثقافه مثلا، وزير الاتصال. انا 6 شهور وانا كنجري باش يعطيني رونديفو، ما عطاهاش ليا. جات راقصه شافها لو لوندومان، راقصه جايه من لبنان، سعيد النصيري ياقوتي هو يشهد معايا، ما عطاناش رونديفو. واحد حرق راسو، كلكم تتعرفوه، اللي جواد، جواد احمد جواد، اللي هو ممثل وصديقنا وحبيبنا وانا كنعرفه، رجل متسامح وظريف، يعني ما يمكنش تقول هذا السيد فاسو سويسيدي، يعني دار ارهاب لراسو. فعلاش؟ لان الباب ديال الوزاره ما تحلش وما هضرش معاه. شكون هو هذا الوزير؟ اش بغى يكون اذا كان صاحب الجلاله اللي هو ملك البلاد كيخرج تيعنق الشعب وتيعنق الناس وتيمد لهم يدو كيسولهم الناس. خضروا حتى عندنا راجل تيفيق الصباح بكرامته وما عندوش باش يفطر ولادو ولا غديهم. واحد فنان عيط ليا قلت له غادي تجي تصور معايا واحد المساله، جا عندي عنده جا عندي قال لي قلت له علاش تعطلتي؟ قال لي سعيد انا فقت عندي 7 دراهم في رجلي في جيبي. قال لي كاين جوج الحالات، يا اما نشري لوليداتي الفطور يا اما نجي في طاكسي. ففضلت انني نشري الفطور ونجي على رجلي. داكشي علاش تعطلت؟ هذه مآسي كنعيشوها. فهاد الناس 3 منهم اللي قلت لكم كاينه اسماء، كاين واحد الولد اخر اللي هو يوسف اللي شاد القهوه واللي هي المقر ديال داك الحزب، واللي ملي كيسال الانتخابات كيردها قهوه وكيبدا يشربوا فيها القهوه وكيدبر على راسه فيها، وهو اللي كيامن بداك الحزب، لان كل حركه نلقاو فيها واحد جوج ولا 3 اللي مؤمنين بداك الحزب وكيهضروا مع الناس وتيخليوهم تيخليوهم تيسرحوا بهم الناس الا بغينا نقولوا. وكاين واحد اخر اللي ممرضه وما قدرش يعالجها، وهذه مساله عشتها انا البدايه ديال حياتي، مني يلا تخرجت وجيت كانت الوالده عندي مريضه بالكونسير وما كانش عندي امكانيات، وفي السطاد الثالث وما عنديش امكانيات باش نداويها. داكشي اللي عانيته في السبيطار ما يمكنش تصوره. الدم كنت كنعطي انا الدم وكندير كيف ما كلشي، وتيقولوا لي الا بغيتي تشريه تصور. يعني اشياء اللي من الناس اللي عطاو الدم، صاحب الجلاله كيعطي الدم ديالو، وكاينين الناس اخرين اللي كيتاجروا في هذا الدم، كاينين الناس كيديروا شي حوايج اللي ما يمكنش يتصورهم العقل. مافيا كبيره، مافيا في كل قد في كل بلاصه في كل اتجاه، في كل هاد الناس هذوما اللي خارج لنا خصنا نحاربهم. نحاربهم باش بالفكر وبالعقل، ونحاربهم ان شاء الله بالفن وبالغناء وباي حاجه باي طريقه اللي ممكن نوصلوا بها الرساله ديالنا. فهاد الولد 3 هاد الناس اتفقوا على اساس انهم يمشيو يديو لرئيس الحكومه اللي هو ولد دربهم واللي انتخبوا عليه وكانوا فرحانين انه يكون عندهم امل فيه، انهم يمشيو عنده ويعطيوه المشاكل ديالو. يعني هذا ممرضة، هذا القدوس الحار، هذا السكن الغير لائق، هذا في الاخر استقبلهم وجرى عليهم.
دار لهم ديك التحيه وجرى عليهم. فملي جرى عليهم بطبيعه الحال كيلقاو ديك البنت اللي خدامه اللي هي اسماء خدامه في الاوتيل كتسهل عليهم الدخل كيدخلوا للاوتيل ومن بعد تتقلب القضيه تتولي ما نقولش لكم الاخير باش ما نخليو واحد شويه ديال التشويق للفيلم باش تشوفوه ان شاء الله وتحكموا عليه. يعني تما كيضطروا انهم يناقشوا ويبداو في حوار مع الناس مع الشعب. واش انا تنزيرك عاد تعطيني الحوار بينما كان ممكن انك تحل لي الباب وتعطيني كلمه زوينه وتخليني نمشي. لان المغربي المغربي غريب في الاطوار ديالو. المغربي بكثرت ما هو جميل وقلبه زوين وقلبه كبير بكثرت ما هو دغيا تيبقى فيه الحال وعنده واحد الكرامه وعنده واحد النفس ما كيرضاش. يعني ممكن ان ما في السياره ديالك تكون غادي في الطريق وتفراني على واحد ما تضربوش غتفراني عليه ولكن ما تقول لا سمح لي انا واش غيدير غيبغي يهرس لك الطوموبيل ويتفركع وتقدر توصل معاه معفر وممكن تضربه بالطوموبيل ولكن تنزل عنده وتمسح لي على راسه وتقول لي سمح لي اخويا ولا تعطلت ولا هذا وديت يقول لك الدنيا هانيه ما كاين مشكل يلا للسبيطار صافي وراك عرج. ولكن هذا هو المغربي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.